افتتاح رحلات لشركة Air Algérie بين الجزائر العاصمة ومدينة سان بطرسبورغ في روسيا. هذا يتفق والديناميكية الإيجابية في تطوير علاقاتنا، علاقات روسيا مع الجزائر دولة صديقة، الذي نعتبرها من أهم شركائنا في قارة إفريقيا هذا، وخاصة في هذه الأيام تؤكد في سان بطرسبورغ، في نفس مدينة سان بطرسبورغ، القيمة الروسية الإفريقية. كما هو المعروف، سان بطرسبورغ هي من المراكز الثقافية والسياحية والعلمية ليس فقط في روسيا، لكن في العالم على المستوى العالم. وأتمنى كل نجاح للجانب الجزائري في تنفيذ هذا المشروع المهم ومفيد، وهكذا لأن يساهم مساهمة كبيرة في تطوير علاقاتنا التاريخية والعميقة.